لما بتشوفي ولادك عم يكبروا شوي شوي قدامك بتنسي كل شيء تعب، بتنسي وجعك، بتنسي كل شيء. لما وصلت مرحلة كبيرة إنه أم أحمد شو؟ صار مثل واحد هيك متعلق بقشة وبلش يعني الغريق بلش يرتفع. بيتعب كثير، ما بيربى جسد ليفنى جسد. فكرت اني افتح شيء مشروع هيك يعني على قد اشتغل فيه، طلعت انه انسب الشيء الطبخ، كل شيء بالخان هون ساعدني. لما عرضوا الفكره علي انه احمد شو بدك تشتغلي بعد ما سكرنا المحل؟ قلت لهم ما بعرف، مفكر اني اطبخ، يعني مفكر انه مفكر اني اطبخ يعني اساوي شيء طبخ شيء شغله. قال ايه نحن اكبر مساعدين لك، شو بدك نحن جاهزين، هي بعد وفاه جوزي. هذا اللي جاب لي البراد، وهذا اللي جاب لي المجلة، وهذا اللي جاب لي كل يعني واحد غرض، وهذا اللي جاب لي الطنجرة. وشو بدك أم أحمد تكرم عيونك؟ وبدأت اتكلت على الله. بعدين اجت فترة كانت الدنيا عيد وأنا ما بعرف شو العيد الآمرية كله. عم طلع قاعدة هون بهالأمنة عم طلع عيد. أنا مش مساوي شيء مشروع إني أول شيء إنه أنفع فيه أولادي، وثاني شيء إنه أنا أنفع حالي فيه. جيت للي ساعدوني جاري قلت له أبطاري شو رأيك نعمل كبة مشوية ومقلية؟ قال إيه والله هون ما في بالآمرية، بس شو بدنا نبيعها طواسي؟ قلت له لا بنفتح بسطة برا هنيك على الباب. هي بالبداية كانت صعبة ما بقول لك لا. قال لي بدك إياه؟ والله ثاني يوم عندي لحمة، جيت مبكي طالعت اللحمة، طالعت ساويت برغل وعملت كل شيء. طالعت بتذكر كنت مساوية 30 قرص، أنا حطيت 30 قرص اسم الله راحوا. أنا بيني وبينك هون صار مثل واحد هيك متعلق بقشة وبلش يعني الغريق بلش يرتفع. والله تاني يوم نفس المبدأ، ثالث يوم نفس المبدأ، بعد العيد وقفت البسطة ما عاد في شغل. وانتي عاملة مشروع يعني شغلة حلوة إنك انتي تعبانة بشي أول يوم نجحتي فيه وبعد كم يوم ما عاد وقف. شوي 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 بلشت ما ييأس، واللي وخصوصي أبطالي اللي ما أحمد لا يتيأسي، بكره شوفي بكره شوفي شلون الله يلحي رزقك. وفعلا بدينا شوي شوي بقول لك لقيت كتير صعوبات كتير، انه اسمع من العالم انه هي بسطة، شلون انك بدك تاكلي من على البسطة، شلون كذا. في شيء احيانا يجرحني من قلبي انه شلون اتمنى انه حدا يشوف يشوف انه المطبخ اللي انا عملته صح هو بسيط، صح هو ما فيه شيء، بس يعني مثل مشروع حلمك هذا الشيء، وهو يعني صح مشروع صغير. ايه والحمد لله شوي شوي بلشت العالم تشم الريحه، شوي شوي صارت العالم تجي تصور هذه اللي يقول ذوقوا كبتها، وهذه اللي يقول شوفوا شو عملت هاي المره. وبدأت يعني الحمد لله كانت بدايه كثير كثير حلوه لي الحمد لله. اربعه قديش بدهم؟ بدهم خيرات الله لا يكبر، وبدهم هدول الكتاف يضلوا ينهزوا لبين ما يصيروا شباب، اكيد فيها تعب. أم أحمد وين كانت وين صارت؟ هذا كتير شيء حلو بعتز بكل الناس وكل شيء وقف جنبي وكل شيء بيمرق بياكل وبيدوق وبيقول لي أم أحمد كبتك طيبة، هو فضل من الله. هلا كل أمة اللي بتربي أطفال وخصوصي إذا فاقدة جوزها أو متوفي جوزها أو إن كانت يعني مرة مطلقة أو شيء توقف وقفة رجال، لأنه الأم اللي إذا كانت قوية أكيد الأولاد رح يطلعوا رجال. أكيد أنت يوم لما بتكوني ما في إلك معين غير الله وعم تربي شباب وبنات وبتنشئهم منشأ حلو يعني، وأنت بتكوني قدامهم أم وأب أكيد رح تلاقي منهم الخير.